من الكورنر بدايه 82 محمد اسماعيل بيلعب طابه لهشام ابراهيم ومنه لداخل المربع فبيسجل حسين تشيش بين عدد من مدافعي الصفا هدف التقدم للنجمه قبل نهايه اللقاء لكن ب 8 دقائق. جمهور نجمه في عبر عن فرحته، اهم شيء بالنسبه للنجمه كان انه ياخذ ثلاث نقط. باخر ثواني كان نجم انه يزيد هدف بعد هالركنيه من اسماعيل وتسديده من موسى حجيج بتصدى العارضه. نهايه مباراه لكن رح تكون سعيده لفريق النجمه اللي بحيي جمهوره، ثلاث نقط اضافيه وبضلوا لاحق الانصار بصداره الترتيب.